سلام البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش اخباركم؟ كديرين مع هذا البرد؟ حاولتوا شويه ولا والو؟ اليوم جبت لكم تحت الطلب ديالكم، تحت الطلب ديال المتتبعات ديالي، جبت لكم واحد الوصفه لزياده الوزن. قبل منا حطيت لكم وصفه لفقدان الوزن، دابا جبت لكم وصفه لزياده الوزن. هاد هما جوج وصفات. هاد الوصفه الاولى كتفتح الشهيه، والوصفه الثانيه كتزيد في الوزن. المهم باش نفتحو حنا الشهية ديالنا ونكونو مستعدين للنهار، غادي نحتاجو للزبيب، تقريبا واحد جوج دراهم ديال الزبيب. غادي نديروها في الكاس ديالنا بحال هكدا، وغادي نجيبو الما طايب، غنجيبو الما طايب ونكبو عليها. سمحوا لي مشيت نجيب الما طايب، ها هو، غادي نكبو عليها بحال هكا. تنخليو الماء طايب ويطلق هو والزبيب. ملي كيطلق وكيسالي كنشدو هاد المنقوع ديالنا، هذا كنطحنو الماء، هذاك الماء اللي معاه الزبيب كنطحنوه وكنشربوه. تنوليو كنديروها تقريبا كل صباح تنشربوه، تيفتح لنا الشهيه وتينعش الذاكره اون ميم طون. راكم عارفين الزبيب والمنافع ديال الزبيب بلا ما نحتاج نقول لكم. دابا نمروا للوصفه الثانيه، واللي هي اللي هي السر في زياده الوزن. كتزيد الوزن بلا كرش بلا حتى شي حاجه. نمروا الوصفه الثانيه البنات. هنا رجعت لكم بعد ما وجدت المقادير ديال الوصفه الثانيه، واللي هو المكون الرئيسي ديالها هو سيريلاك. ها هو، ثقوا بيا البنات، السيريلاك تساعد بزاف في زياده الوزن، وما تيخليش الكرش تبان لكم، يعني كيتزاد لكم الوزن بلا ما تخرج لكم الكرش. الوغ كنحتاجو سيريلاك، كنحتاجو شويه اللوز، الشكلاط والتمر. سيريلاك غادي نديروه مع الماء سخون، سمحوا لي غادي نحلو. كنحلو كيف ما قلت لكم سيريلاك، وتنكبو تنديرو تقريبا مقياس واحد 3 المعالق كبار بحال هكذا، وتنكبو عليهم الماء طايب. الماء يكون طايب غليان مزيان بحال هكذا، هانتوما كيف ما تشوفوا. وتنشوفو الا خاصنا راه غادي نزيدو بيان سور. ما تخافوش منو البنات، راه تيشرب راه دغيا كيشرب الماء، تيولي خاطر بحال هكدا. ثقوا بيا البنات، هاد الوصفه هادي غادي تزيد لكم الوزن في اسرع وقت ممكن، يعني كيبان لكم الفرق في 15 يوم. 15 يوم ممكن تزيدوا فيها 10 كيلو. الطريقه ديال الاستعمال ديال هاد الوصفه هادي، اللي هي ممكن انكم تستغناو على هاد الفواكه الجافه بحال هكا، تاكلوها غير هي بوحدها، هانتوما ماشي تاكلوها مثلا الصباح ولا في وسط الغداء ولا حتى تبغيو تنعسوا البنات. تعشيتو ساليتو تشبعتو الكريشه، ملي تبغيو تنعسو غادي تاخدو بحال هكا زلافه ديال سيريلاك وغادي تاكلوها. حيت هي فاش كتبغي فاش كتاكلوها وكتنعسي كتستافدو منها اكثر، عوض ما تاكلوها وتمشي تجري من هنا وتطلعي من هنا وتسخري وتشقاي وتطلعي وتنزلي، ما غتستافدي منها والو، غادي يطيح لك لو بيان سور. الوغ كديري لها بحال هكا، وانا تعجبني نزيد لها هكا اللوز والشكلاط. عرفتوهم فيهم دهون، اللوز والشكلاط الشكلاط كيهدل الاعصاب، واللوز فيه دهون طبيعيه كتعاون، والتمر فيه سكريات طبيعيه بحال هكذا. هانتوما
هو الخليط وجد. بحال هكذا ها البنات، ها نتوما كيوي، وراه عرفتو سيرينا كبنين، راه حنا كبارين وكيعجبنا و تناكلوه، ماشي غير زعما ماشي مقتصر غير على الدراري الصغار، عرفتو الفيتامين والبروتين اللي فيه مكنتش نخليكم ها هما، عامر عامر البنات عامر بالمنافع ديالو ها هما، راه غادي تلقاوهم إلا شريتو العلبة الكبيرة راه غادي يبان ليكم شحال فيه ديال السعرات الحرارية وشنو من المكونات اللي فيه والفيتامينات والبروتينات والكالسيوم، فيه بزاف بزاف المنافع للجسم ديالنا، يعني الا ما نفعنا راه ما غاديش يضرنا. وبيان سور كي قلت لكم كونوا متاكدين مليون في المية بانكم غادي تغلاضوا بهذا الا كليتوه كيف ما الطريقه اللي وريتكم انا، الا وهي تاكلوه بالليل حتى تبغيو تنعسوا وتاكلوه. حال بنات الراحة نتلاقاو في الشكل النهائي مع الشكل النهائي ديال هاد الطبق ولا ديال هاد الوصفة هادي. السلام البنات، انا رجعت لكم في الشكل النهائي ديال الوصفة ديالي، الا وهي الفاتح الشهية ديال الزبيب والوصفة باش تغلاضو سريلاك. الشكل النهائي ديالو هو هذا، هانتوما كديروا معاه شويه الشوكولات شويه التمر شويه اللوز، هذا الشيء اختياري، بغيتوا ديروه كان احسن، ما بغيتوش ديروه كتكتفيو بسريلاك وصافي. وهذا مشروب ديال الزبيب، من بعد ما طحنته كيولي بحال هكا، كتشربوه مع الصباح قبل الفطور، هذا راه كيساعد بزاف باش يفتح لكم الشهيه وتنعش الذاكره، راكم عارفين المزايا ديال الزبيب واشنو فيها. كنتمنى الوصفه ديالي تنال اعجابكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، واشتركوا في القناة ديالي، وها انا كيف ما وعدتكم وجدت لكم وصفة اللي هي سهلة مهلة باش تغلاضوا باقل تكلفة، يعني ماشي شي حاجة، غتشريو الحك داك الكارطونة الكبيرة ولا الحك كبير ديال السيريلاك غادي يدوز لكم شحال، غادي تغلاضوا غادي تلاحظوا الفرق في تقريبا في 15 يوم، غادي يطلع لو بوا ديالكم، غادي يطلع وغادي يعمروا لكم الحنيكات. وكيف ما قلت لكم راه ما غاديش تخرج لكم الكرش الا تبعتوا هذه الوصفه هذه اللي وريتكم، غتغلضوا بلا كرش. كنتمنى كيف ما قلت لكم الوصفه تكون نالت اعجابكم، ونتلاقى بكم في فيديو جديده، ما تخبوا تخلوش عليا بلي لايك، ابوني وفعلوا الجرس، وبسلامه.